شيخ أحسن الله إليك، سمعنا بعض المأمومين إذا قرأ الإمام قوله تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين، يقول المأموم بلى، فما صحة هذا؟ هذا صحيح، إذا قال الله تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين فقل بلى، وكذلك مثل هذا التركيب، يعني إذا جاءنا مثل هذا الكلام نقول بلى، أليس الله بكاف عبده تقول بلى، أليس الله بعزيز الانتقام تقول بلى، أليس ذلك بقادر على يحيي الموتى تقول بلى. هنا لكن المأموم إذا كان يشغله هذا الكلام عن الاستماع إلى إمامه فلا يفعل، لكن إذا جاء في آخر الآية التي وقف عليها الإمام فإنه لا يشغله، فإذا قال أليس الله بأحكم الحاكمين يقول بلى. نعم.